لا حبيب الله مدد يا نور عرش الله يا بدر طيبة يا محمد الحرمين مدد يا رسول الخافضين مدد يا قرة كل عين جد الحسين يا دواء قلبي ولا وصل يا مظهر الذات يا أصل ويا فصل يا واحدا أحدا قد لاح في صورين يبدو خفى العلم وهو النقش والشكل المنتهى في كل مرتبة الذات والوصف والأسماء والفعل الخلق والأمر في مبناك مرتبتان لكن معناك رمز ما له حل شاهد الذات فيك الذات بادية منها لها ولا أنت النقش والشكل يا من تحمل مجل الذات مسفرتان والكل دون احتمال الوصف قد كلوا والأملاك قاطبة حول ابتداه فما ملوا
لن يصلوا، وليس إلا محياه لهم سكنان، وما دروا منه إلا أنه الكل. Hey, hey, hey.
نظرة يا سيد، نظرة يا سيد، نظرة يا سيد، يا أبا العينين لنرائين يستمطرون سحائبي وعطائنا من همتي وحبوتهم لا سنائي لولاهم وكذاك لولاهن ما جاد البيان بهذه العصماء Oh.
مكارمي وسخائي إلا تداركه المغيث بدعوتي لو كان في أرضي تغيث سمائي السادة الأطاب فينا الجمهور
وبناب الدنيا وأول تائب. إنا بجمع الجمع كنا عصبة وإمام هذا الجمع أول كاتب. السادة الأغطاب فينا الجمون وبناب الدنيا وأول تائب. أنعم بنوح من نبي بيننا، أكرم به من جاهر ومخاطب. أما الكليم فقد بدا في حلة ويداه نور في جناح الراهب. لا زال يلقى كل يوم دكة بعد الإفاقة من خطاب الطالب. وكذلك لواه بين جموعنا سرا ينادي للسميع الواهب. وابن الفتاة السيدان بنفخة أضحى بريئا بالعديد القالب. وأئمة الدين الكرام بجمعنا كل ينادي يا نبي يا نبي. من كان في هذا المقام يرى معي صديق هذا النور فوق الحاجب. أما أبو حفص يرى في وجهه نظر ليس به لقوب اللاغبين. أما بذي النورين عثمان يرى أثر الحياة كما يرى في القاضب. وذكر أخا هارون ذلك بحرهم لا تختفيه عبارتي ومناغبي. لا شك أن القول فيهم راحة فارغ إليهم لا تكن كاللاعب. والحشد في هذا المقام قولنا يقوى على تبيانه يا صاحبي. والحشد في هذا المقام قولنا يقوى على تبيانه يا صاحبي. هذا كلام لا ترون مثيله لا شك تلك عجائبي وغرائبي.
الصفوح وفي Allah.
يوم جينا على كل مغفرة قد يكون بجهل.
نحر نار فيها يا يطيب لأهل فضلي ذكر قولي ولو جهلوا المراد الأولي على فوق الفهوم مراد ربي خلافته من البشر السوي فأول قبلة السجاد طين عليه أشعة النور العلي تولته العناية بعد جهلي على علم فأنعم من ولي وداود الخليفة من هداها وعلمناه صنعة كل شيء وفهمنا سليمان اغتضاها وعلمناه منطق كل شيء ولم تكشف ولم تعلم ولكن تجلت في نبي الأول ولو شئنا لما جئنا بكشف عن المكنون من سر خفي ولو جئنا على قدر بموسى لبرأناه من جهل القبيل وما استخلفت من هارون يوما إذا أعياه سحر السامري ومنها هذا المقام يقول ربي وإياي ارهبون فأنا الجلي ومنها هذا المقام رأيت نورا يقول المصطفى إني وفيه ومنها هذا المقام يقال موسى ويا عيسى ابن مريم أنت حي ومنها هذا المقام يقول نوح وإبراهيم ربي شاء شيء كذلك أمهات الأنبياء ذوات الفضل أزواج النبي كلامي مشرب الأرواح وصلا إذا لم تشربوا منه فأي
بنت موصولة كلمات حق تبث شكاية لجرنئي وحلت حيث حرمتها وكانت وما زالت كي إصباح العشي إذا غارفتموها فهي خمر كما لو قيل قد صبا الصبي. أي قول الله أي فاصل
الفتح في وجهيه حسن الحي قيام علينا الحي قيام علينا فلا
ولد لا فرياد. إني رأيت وقلت يا قوم يا را ولي الفخار ومكة أم البرى ومدينتي أم المدائن كلها ومليك جدي أمان للورى إني رأيت وقلت يا قوم يا را ولي الفخار يا مكة أم الغرى ومدينتي أم المدائن كلها ومليك واجدي أمان الورى. وبغي أصحاب الهداية مسكني ولي الجوار وإن بدر لا يرى العرش والكرسي لي واللوح لي إرسا وذا نسب أراه مغرور. عاينتها نورنا وسرا ساريا وشهدت طلعته وأنا لا أرى وأطل بدري عندما عاينته بكماله من فوق هما ذراع. من فوق ما لا تعلمون رأيته إني رأيت وصدق ذاك لم ترى وفضحت من أسراره ما لو يشاء سبعين راحلة بذاك الوراء. من علمها في علمها وبعلمه حست الكمال ولم أزل متسرا الأصل عندي سنة من سنة هو ذا لساني غدا فادا وأخبر. الموت حقنا والمهيمن باعثنا بالحق عبدا غدا مات فأغبرا سبحان من يشكى إليه من الأذى سبحان من يرضي العبيدا من الغراء. وسجدت لما لم أجد غيرا له يا نعم وجهنا في
أسفرا وإذا أراد فغامض أو باسط وإذا أراد فبالمشيئة أنشرا هذا أطاء الله من عليائه هذا اصطفاء السيد البرهان اصطفاء السيد البرهان وزدانتنا عليه بالإحسان ملوك الجاني بالإحسان أني أو هل تراه لو استقام مشاهدا ألا يهيم بالنشوة النشواني أني ناصر لعبدي راجع ما قلبه
نفس العبيدة مسيرة الإنسان. Oh.
الدمع من فضل ربي حيث ترجوني سويا إلا لي من فضل ربي حيث يا
عيني انتم لو تأملنا مليا أنانيتي حيث لا نبي إليها وإلا إلى الغيب ذل حديتي فعود على حضرتين مصيبتي فأصبر عنها لا عليها وإلاني بصبري شكار وفي الغاب صبرتي يهرول وجهتي وما زلت أولى زلت ما زال عزنا وتوغد من زيت الحبيب فتيلتي أضرب أكبر بالعجائب سابحا وفي لجج الأنوار تكمن سبحتي وما رشد إبراهيم إلا تتمته جزيل العطية ولم يكن غصان لدي أتمه ولكن بأن غصان يكمل للفتي أقول أجبت وما أجبت لطالبي أقول منايا ولا أقول منيتي وما خدمة الأملاك للروض دونكم فكل يذكر روضتي أنا أن أغدر الرجال منازل بها نزلوا ختما وتلك بدايتي وحدي يا حد الله والحد مطلع لدي يا ما ضلت بذاك سفينتي وكفي كف الماسي عن كل شاربين
تحت سيف حمايتي. فنعم مريدي من وليد ومرضعين بالله غدا طاه كفر الخطيئة. Thank you.
ويصير الهالك من هنا جيل يدول بما مغفرة ويصير الهالك من هنا جيل أما ترى الشمس إن
الحسين نظرة بالعينين بالعينين نظرة سيدنا الحسين نظرة
عنكم فهي الخامدة والله النار.
إن الموارثة شنه في رحمة جبر الأرامل تافلوا ليت بين الموارثة شنه في رحمة سلام.